باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا، كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة. لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبداً. معكم سوريا. أنا شفت المسيح كتير وهو اللي قال لي إن أتكلم معاكم من خلال الإنترنت. النهاردة الجزء 40 فتح الختم. قبل ما أبدأ في ملاحظة حبيت بس في كنيستنا الأرثوذكسية أعرفكم عليها. بيحمل طقس القداس عندنا الكثير من المعاني الروحية في حركاته، فعند نهاية القداس بيحمل الكاهن جسد المسيح في الصينية واضعاً إياه مرتين في دورتين تمثلان مجيئين للسيد المسيح، الأول الذي جاء من أجل الفداء والرحمة، والثاني من أجل الدينونة العادلة. وبيهتف الشعب في المرتين: مبارك الآتي باسم الرب، خاشعاً ساجداً معبراً عن مخافة هذا اليوم العجيب، يوم مجيء المسيح الثاني. في سفر الرؤيا بينقسم إلى ما رأيت من إصحاح 1-3، وما هو كائن في العرش ده إصحاح 4-5، وما هو عتيد أن يأتي ده ابتداء من إصحاح 6. الختوم السبعة، 6 منهم في سفر الرؤيا 6، وبعد فتح الختم السادس بيجي الإصحاح 7، فاصل بين الختم السادس والختم السابع حيث تضرب الأبواق. الستة أبواق بيجوا في الإصحاحين 8 و9 بعد البوق السادس، وبعد البوق السادس بيجي الإصحاح 10 ونص الإصحاح 11، ده من عدد 1-14، ده بيجي فاصل بين البوق 6 والسابع، وفي البوق السابع تسكب الجماد. والجامات السبعة هنلاقيهم في إصحاحات 15 و16، وبين برضو الجام السادس والجام السابع هنلاقي آيتين فاصل. بينا على سفر الرؤيا إصحاح 6، ربنا بيفتح لنا الختم. إيه هو بقى السفر ده؟ وليه مختوم؟ ومين ختمه؟ وليه يوحنا بيبكي لما ملقيش حد يفتح السفر؟ وإيه اللي ختم السفر ده وليه؟ في أسئلة كتير قوي. السفر ده كان موضوع في العرش عن يمين الآب، حيث كان بانتظار من كان مستحقا ليأخذه ويفك ختومه. وفي سفر الرؤيا 13، فيسجد له للمسيح جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. إذن هذا السفر اسمه سفر حياة الخروف المذبوح، يسوع المسيح. السفر كمان مكتوب فيه الأسماء ومنذ تأسيس العالم، والعالم تأسس قبل خلق الإنسان اللي اتخلق في اليوم السادس في سفر التكوين. في السفر مكتوب أسماء، طب مين وليه؟ في ثالث أفسس: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. يبقى ربنا عايز شعبه قديسين ويقفوا قدامه بلا لوم ويكونوا عايشين في المحبة، والمحبة هي الله. إزاي الأسماء دي مكتوبة في السفر من قبل الخليقة؟ طبعا هذا بسابق معرفة الله، إحنا معروفين لي. قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرقت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. ربنا بيعمل كل شيء للبشرية كلها، لكن في ناس بتقبل عمل الله وناس بترفض، وربنا عارف بسابق علمه مين هيختار الله في حياته ومين هيمشي معاه ويجاهد مع النعمة، وعارف مين هيرفض الله زي عيسو مثلا. يبقى أنت اللي بتجاهد وتقبل عمل وفداء الله ليك، وأنت اللي تثبت اسمك أو تمحيه من سفر الحياة.
يبقى السفر ده هو سفر حياة الخروف وفيه مكتوب أسماء المفديين. وكمان في سفر الرؤيا 10 في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوق يتم أيضا سر الله كما بشر عبيد الأنبياء. يبقى يحتوي هذا السفر المختوم على أسرار الله، مثلا بشأن خطته لحل مشكلة الخطية والإنقاذ البشر الساقطين اللي بدأ بالفداء لكل البشرية على الصليب مثلا، وسيكشف ذلك السر تماما عند المجيء الثاني للمسيح. وكلمة كما بشر عبيد الأنبياء، يبقى في السفر كمان في كلمات روح النبوة. يحتوي السفر المختوم على تاريخ تدابير الله والتاريخ النبوي للأمم والكنيسة، وفي حفظت كلمات الإله وسلطانه وصاياه ونواميسه وكامل رموز إرشاده الأبدي، وتاريخ كافة القوى الحاكمة للأمم. وبلغة رمزية كتب في هذا السفر سلطان كل أمة ولسان وشعب من بداية التاريخ لنهايته. يبقى سفر الحياة يعلن مقاصد الله ومحبته للبشر وتأديباته ليهم، ويعلن أسماء المجاهدين المفديين. السفر سفر تحرير لأنه اشترانا، سفر رد الاعتبار لأنه يملك، سفر الحياة يخص حياة البشرية وخلاصهم وميراثهم. يبقى السفر ده مهم جدا. طب ليه أغلق ومين أغلق؟ في رسالة رومية 11 فإنه كما كنتم أنتم الأمم مرة لا تطيعون الله، ولكن الآن رحمتم بعصيان هؤلاء اللي هم اليهود، هكذا هؤلاء اللي هم اليهود أيضا الآن لم يطيعوا لكي يرحموا هم أيضا برحمتكم، لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع. إذن اللي أغلق هذا السفر هو الله نفسه بسبب عصيان الكل ولكي يرحم الجميع. الله أغلق سفر الحياة من يوم سقوط آدم ووعده بالخلاص، ومن صلاح الله جهز له الفداء. لكن من يعصى الله ويرفض فداء الله له ويسلك في الخطية ويتمرد على ربنا هيكون له دينونة. إذن الختوم السبع هي نتائج سقوط البشرية. ربنا خلقنا عشان يكون في الإنسان صورة سلطانه ويملك ويسود على كل الخليقة. أسماءنا مكتوبة في سفر الحياة، افرح. يسوع هو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه، افرح. بانفتاح سفر الحياة يعلن سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر، افرح. يسوع هو اللي يفتحه وكل الخليقة بتسبحه وبيقولوا له أنك اشتريتنا وسنملك على الأرض، وسجودهم يمثل خضوع الخليقة كلها للمسيح ومنتظرين فتح الختوم. هيفتح الختوم، افرحوا. فتح الختوم يعني إزالة الغموض عن شوية أسرار، ونشوف فين مكان نفوس الشهداء، وكمان نشوف صورة السمائيين. إذا كنا في الختوم هنسمع عن أخبار صعبة شوية، لكن الغرض إننا نفهم ونطمن، لأن الخروف أي المسيح اللي مات لأنه أحبنا هو اللي هيفتح. ومدام حبيبنا هو اللي بيتحكم ويسيطر على الأمور، ومدام هو قوي وقدير، تقدروا تقولولي نخاف من إيه؟ هو يفتح في ملء الزمان، هو عارف متى يفتح ومتى يغلق، هو عارف ما هو الوقت المناسب والأمثل، وهو المسيطر على الأحداث. هو قائدنا وقائد أيامنا وقائد الأحداث، وكلنا ثقة فيه. نقول لتكن مشيئتك. بينا على سفر الرؤيا 6 وفتح الختوم، الإصحاح 6. نظرت لما فتح الخروف واحد من الختوم السبعة، وسمعت واحد من الأربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد، هلم وأنظر. الحيوان الأول صوته كرعد، في خوف وانزعاج ورهبة. الحيوان الأول شبه أسد، هو صورة للمسيح الملك الأسد الخارج من سبط يهوذا أصل وذرية داود، اللي بيعلن الحق بجراءة وجاي هنا يعلن عن ظهور الملك المزيف اللي من عمل التنين. وفاكر نفسه أسد،
لكنه يجول ملتمس أن يبتلع كل البشرية. فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا لكي يغلب. الختم الأول هو الرئيس الآتي في سفر دانيال، وهو جايب تعليم كاذبة وباطلة ومزيف. هنا أول ظهور لضد المسيح اللي عامل نفسه جاي للسلام ومعه قوس، والناس هتفتكر إنه جاي للسلام فعلا لكنه بيقلد المسيح، واليهود يفتكروا إنه هو ده المسيح اللي هم منتظرينه، اللي جاي يقدم السلام ويقضي على الإرهاب، لكنه السلام المزيف والوهمي الذي يتغنى به العالم ويخيب ظن الناس فيه ويظهر على حقيقته، لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاط للحبلى فلا ينجون. الحل إيه؟ إيه اللي ضد الضلال والتعليم المزيف ويخليك تعرف تميز؟ تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله وتعرفون الحق والحق يحرركم. معرفتك للكلمة في الكتاب المقدس هتعرف قوة الله والحق اللي يحررك من كل باطل، يحررك من كل مزيف ومن كل ضلال. الختم الثاني، سمعت الحيوان الثاني قائلا هلم وأنظر. الحيوان الثاني من الكائنات الحية الغير متجسدين شبه عجل. الكائن الثاني ده بيشيل المسيح الخادم اللي بذل نفسه على الصليب وعاملهم بالحب والرحمة ولوقا حامل النور ليهم، لكنهم رفضوه وصلبوه، فيأتيهم الشرس اللي ما عندوش رحمة، القاسي الظالم ودموي المحب لسفك الدماء. فخرج فرس أحمر والجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما. الختم التاني، فرس أحمر خرج لينزع السلام من الأرض، حلم الناس بالسلام وضاع الحلم بسرعة منهم. هم رفضوا رئيس السلام الحقيقي يسوع المسيح، وقال ربنا ليس سلام قال إليه للأشرار. ونلاحظ أدوات الحرب هنا، سيف يعني واحد قدام واحد، يعني حروب أهلية وانقلابات وسفك دماء ورعب، لا سلام. الجالس على الفرس الدموي لأنهم زاغوا وفسدوا نتيجة الضلال والتعليم المزيف. فروميا 3، ليس من يفهم ليس من يطلب، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. حجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم وفمهم مملوء لعنة ومرارة. أرجلهم سريعة لسفك الدماء، في طريقهم اغتصاب وسحق، وطريق السلام لا يعرفوه، ليس خوف الله قدام عيونهم. ربنا يرحمنا من الناس دي. والحل إيه؟ اللي ضد العنف والدماء، قال يسوع سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. أولاد ربنا دايما في قلوبهم سلام وسط الحروب وجواهم مخافة الله. امسك في سلام المسيح وما تخافش من حاجة ولا من أي حد، اطمن. الختم الثالث، ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلم وأنظر. الحيوان الثالث كان ليه وجه مثل وجه إنسان، التالت ليه وجه زي وجه إنسان يشير لوجود الله وعطاياه وناسوت المسيح المتجسد والمتى الرسول العطية، لكنهم رفضوا عطايا الله والخبز النازل من السماء، رفضوا الشبع الحقيقي، رفضوا الجسد، رفضوا التناول، رفضوا كل حاجة. فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده، وسمعت صوتا في وسط الأربعة الحيوانات قائلا سمنية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضرهما. ليه فرس أسود جلودنا سودت كتنور من جرى نيران الجوع؟ من الجوع بيسود جلد الإنسان، ومعاه ميزان ليه؟ يأكلون الخبز بالميزان من قلة الخبز، يخبز 10 نساء خبزكم في تنور واحد ويرددن خبزكم بالوزن فتأكلون ولا تشبعون.
سمنية قمح بالدينار، يعني الواحد يشتغل يوم عشان ياكل خبز لوحده من غير الأسرة والأولاد. 3 ثمان شعير بالدينار هياكلوا أكل البهايم. ثم الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقر. وقال لي: يا ابن آدم، هأنذا أكثر قوام الخبز في أورشليم، فيأكلون الخبز بالوزن بالغم، ويشربون الماء بالكيل والحيرة، حتى المية مش هيلاقوها. يعني هتبقى أيام صعبة جدا ومجاعات صعبة، وربنا يرحمنا جميعا. والحل إيه؟ الحل البركة. إيه اللي ضد الفقر والجوع؟ يباركك يهوى ويحرسك، يضيء يهوى بوجهه عليك ويرحمك، يرفع يهوى وجهه عليك ويمنحك سلاما. البركة. ما تنساش اللي أكل الشعب في البرية 40 سنة قادر يعولك، واللي بارك ال5 خبزات وال7 خبزات وبارك في الزيت والدقيق في وقت إيليا يبارك فيك وفي بيتك ويعولك. أنتم أفضل من طيور السماء. الختم الرابع. ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا: هلم وانظر. الحيوان الرابع قلنا ليه وجه مثل وجه النسر في الحلقة اللي فاتت. الرابع شبه نسر، طائر. رفضوا جلال الله وحكمته، رفضوا المسيح القيامة والحياة، واهب الحياة وفيه كانت الحياة، رفضوا الارتفاع للسماويات، التصقوا بالأرضيات. فنظرت وإذا فرس أخضر والجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه، وأعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت ووحوش الأرض. الحياة هو عمل روح الحياة الأخضر، لكنهم رفضوا الحياة، وبأنهم بيقلدوا أصبح حتى الموت عندهم لونه أخضر لكن باهت وشاحب. اللون الأخضر الشاحب بيدل على الأوبئة والهاوية تتبع الموت، يعني ماشيين مع بعض. الموت هو حالة الأجساد دون روح، والهاوية هي حالة الأرواح دون أجساد. وأعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض. سلطانهم على ربع الأرض ما فيش بيت للأشرار هيخلو من الموت، ومهما كانت الوسيلة والأرواح للهاوية. فيكون إذا بقي 10 رجال في بيت واحد إنهم يموتون. وإذا حمل أحدهم عمه ومحرقة ليخرج العظام من البيت وقال لمن هو في جوانب البيت: أعندك بعض؟ يقولون: ليس بعض. يعني مازال وما خلصناش، ويوجد موتى ومفيش وقت يدفنوا ويرجعوا يلاقوا موتى تاني من كثرة أعداد الموتى اللي هيوصل لربع الأرض. الحل إيه؟ إيه اللي ضد الموت والهاوية؟ قال يسوع: أنا هو القيامة والحياة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ المسيح كسر الموت والهاوية بالقيامة والصعود، وأعطانا روح الحياة، الروح القدس. ال4 خطوم اللي فاتوا حاجة، والاتنين الجايين حاجة تاني: صلاة وتوسل والله يستجيب. الختم الخامس. ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق؟ لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض. فأعطى كل واحد ثيابا بيضاء، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا، حتى يكمل العبيد رفقائهم وإخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثله. نعرف كلنا عن المذبح إنه الصليب، فالصليب هو المذبح الذي قدم عليه المسيح رئيس إيماننا نفسه ذبيحة. وهنا المذبح هو الصليب اللي يحمله كل من أراد أن يصير تلميذا للسيد المسيح ويسير وراءه ويقدم نفسه ذبيحة محرقة، يعني ذبيحة حية مرضية أمامه. لكن هنا هم شهداء، وهؤلاء الشهداء قدموا حياتهم من أجل الشهادة التي عندهم، وهم قدموا ذبيحة ونحرت دماؤهم غدرا. هم تحت مذبح المحرقة السماوي،
وهم ذبائح مقبولة أمام الله العلي، ودمهم يطالب بتوقيع القضاء على الظالمين ومنتظرين يوم انتقام الله. هؤلاء الشهداء صرخوا بصوت عظيم: حتى متى أيها السيد القدوس والحق؟ إيه معنى القدوس الحق؟ القدوس الحق مرتبط بالدينونة والقضاء، القدوس الذي لا يحتمل الشر، والحق الذي لا يحتمل الظلم والكذب. يا إله النقامات يا رب، يا إله النقامات اشرق. هنا زمن النقمة مش زمن النعمة. حينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا. طب الحل ايه؟ ايه اللي ضد العنف والقتل؟ الراحة. فأعطوا كل واحد ثيابا بيضاء، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا، إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقوكم يجازيهم ضيقا. أكثر الآلام بالشكر والفرح فيكون لك الراحة، وانتظر الرب. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. الختم الساتت. ونظرت لما فتح الختم السادس، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم، ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقطاها إذا هزتها ريح عظيمة، والسماء انفلقت كدرج مرتف، وكل جبل وجزيرة تزحزح من موضعهما. وهنا ربنا بيرد على شهداء الختم الخامس اللي قالوا: حتى متى أيها السيد؟ وجاءت الاستجابة فورية بهزة، هزة أرضية وهزة أدبية، وفي البنيان الاجتماعي والسلطات السياسية والتنفيذية والاقتصادية، والأكثر كمان والأصعب هزة روحية، هز كل جبل وأساس للشعوب. في سفر صفانيا الإصحاح الأول: قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا، صوت يوم الرب يصرخ حينئذ الجبار مرا، وأضايق الناس فيمشون كالعمي، لأنهم أخطأوا إلى الرب، فسيسفح دمهم كالتراب ولحمهم كالجلة. لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع إنقاذهم في يوم غضب الرب، بل بنار غيرته تؤكل الأرض كلها، لأنه يصنع فناء بختة لكل سكان الأرض. وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف قدامه؟ ملوك الأرض والأمراء والأغنياء والفقراء، يعني كل الفئات والدرجات والأعمار، والناس دي هتطلب من الجبال تغطيها من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف، ويقولون للجبال غطينا وللتلال اسقطي علينا، يطلبون الموت ولا يجدونه، وهيطلبوا من الجبال المتزحزحة الحماية، والجبال هي القوى السياسية والجيوش. وغضب الخروف المذبوح وخرج للانتقام. طب الحل ايه؟ الحل هو المسيح. وحينئذ يبصرون ابن الانسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير، ومتى ابتدأت هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. كلمة انتصبوا جاية قف، يعني أقفوا بقوة وثبات زي يكين وبوعز الشاهد الأمين، ودي كانت في مرحلة الطريق الروحي الجزء 9. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. إذن فتح الختوم لكي يفكنا من رباطات الظلمة الخارجية، لكي نراه آتيا على السحاب. شكرا ليك يا عظيم. أمين. تعالى تعالى أيها الرب يسوع. ختم الله الحي. سفر الرؤيا إصحاح 7. يلا بينا على إصحاح 7، لأن هنا هيكون في فاصل.
وبعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين على أربع زوايا الأرض، ممسكين أربع رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض، ولا على البحر ولا على شجرة النيل. ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة الأربعة الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر قائلا: لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. هنركز على ختم المؤمنين فقط النهاردة، لأن في جزئين: ختم المؤمنين وإن عدد المختومين 144,000، وعلى اهتمام الله بأولاده في جهادهم وفرحتهم. نفتكر الابن يكلم الاب قائلا في إنجيل يوحنا: لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. وينظر يسوع لنا ويقول: لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم، على العالم كله، لتجرب الساكنين على الأرض. قد إيه ربنا بيهتم بأولاده وبحفظهم. فاكرين حافظ الكل في ساعة التجربة. الختم على الجبال، تعالوا نشوف الختوم كانت فين في العهد القديم. أول مرة نشوف فيها ما يمثل الختم على الجباه كان في سفر الخروج 28: وتصنع صفيحة من ذهب نقي وتنقش عليها نقش خاتم قدس للرب. يبقى المعنى أن المختوم ده قدس للرب، يعني مكرس ومخصص لربنا، في إعلان ملكية للرب، يعني هذا الإنسان إناء مختار للكرامة، مقدسا نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. المرة الثانية كان في قضاء على شعب إسرائيل بسبب رجساته في بيت الرب في سفر حزقيال 8:9، وقال ربنا: وسمسم على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجسات المصنوعة في وسطها، ضرب الشعب وماتوا فيما عدا من وضع على جباههم السمة، هم الرجال اللي رفضوا الرجسات المصنوعة في وسطهم. السمة هنا كانت في التقليد اليهودي كانوا بيكتبوا آخر حرف من الحروف في العبري، والحرف قريب من شكل الإكس، ويعدلوه فيبقى على شكل صليب معدول، وبكده ينجو الشخص اللي عليه هذه السمة من الضربات، لأن اسم بيت إسرائيل ويهوذا كان عظيم جدا جدا وقد امتلأت الأرض بالدماء. تعالوا نشوف الختم على الجبال على الجباه في العهد الجديد. في المعمودية في كنيستنا الأرثوذكسية بنختم ختم الروح القدس في سر الميرون لتكريس وتخصيص المعمد لربنا وتجهيزه لقوة الروح القدس يوم 50، أي تجهيزه للقرازة باسم الله القدوس. ده ختم الروح القدس الناري، يختم قلبك وكيانك قدس للرب. لكن أساس الله الراسخ قد ثبت، دي الحاجة التانية، إذ له هذا الختم: يعلم الرب الذين هم له وليتجنب الإثم كل من يسمى اسم المسيح. ليه؟ ليكون إناء للكرامة ونافع للسيد. هنا الختم الرب الإبن الكلمة يسوع المسيح. تالت حاجة: من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج، أكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم السماوية النازلة من السماء من عند إلهي واسم الجديد. هنا ختم الله الآب إلهي. اسم الله الآب والابن والروح القدس والمدينة الجديدة مرتبط بيك. كنيستك في سفر الرؤيا كنيسة مليانة محبة بمحبة الله والناس، ودي محبة نارية قوية مليانة بالحق الثابت فيك وأمانة في الحق، لأنك في المسيح شاهد أمين للحق، مليانة بالروح القدس، مليانة بقوة الروح القدس. هنذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك إيه؟ قوة يسيرة. القوة يسيرة، فما بالك لو القوة كبيرة بقى. القوة اليسيرة تحفظ الأبواب مفتوحة، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. كنيسة الكنيسة مليانة نار، نار القداسة، نار المخافة، نار السجود بزينة مقدسة.
السجود في الكنيسة الغلبة هو إعلان نتيجة طبيعية للحضور الإلهي. وخرجت ساجدا، خرجت دي معناها بدون وعي، تحت تأثير الانبهار بجمال وجلال وبهاء الله. ده إعلان قبول ملك الله الملك والكاهن عليهم، وقبول أيضا إنهم ملوك وكهنة لله العلي. في وقت السجود ده الله يذكر فيك ودائح سماوية وهبات. أيوة، في وقت السجود ده الله يذكر فيك ودائح سماوية وهبات سماوية. يسكب نعمة بحسب طاقتك، وهنا فقط يحول أرضك سماء وتملى الأرض اللي حواليك، وتتاجر بهذه العطايا وتجري من بطنك أنهار ماء حية، فتقدر بالمسيح على تغيير الأرض حواليك وتصنع في الأرض جنات. وكل ما تتنحني لله الحي تعلن ملك وارتفاع الله في حياتك، وتلقائيا هتلاقي كل حاجة الإبليس بتسجد قدامك تلقائيا، وملهاش وجود في حياتك نهائي. يعني تلقائيا يهرب إبليس أمام الكلمة سيف الروح، وتلقائيا يسقط إبليس، كل ظلمة تهرب أمام النور، والموت لا يوجد أمام الحياة، والخطية والنجاسة لا تثبت أمام القداسة، ولا جوع في وجود البركة. أيوة، بقول لا جوع في وجود البركة. اسمحولي أرفعك وسبحك وباركك. أشكرك يا إلهي العظيم وأمجد اسمك القدوس، لأنك إلهي العظيم القدوس، قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة. لك يا رب كل كرامة وسيادة ورئاسة وسلطان. لك يا رب الحكمة والغنى والقدرة. لك كل شيء يا إله العظيم القدوس الحي الأزل الأبدي. آمين.